فاهم. جوارديولا حطم احلام محرز وحطم احلام شعب جزائري. كي جا محرز ومادور روح في دقيقه الاخرى تاع كوب دي موند روح اربع دقائق الاخرين ما قدرتش تحكم فيهم. جوارديولا زاد بعد محرز روح من كون شامبيونز ليغ شونجمون اللي داروا ربح ماجيار كي هو كي راهم كومباريه بربح ماجيار. جوارديولا راهو عنصري راهو الماتش راهو حطم احلام الانجليز كومبلي سيتي كامل 50 سنه ما داش الشامبيونز ليغ. جا جوارديولا هو انسان شبان شامبيونز ليغ ما يعرفش يفهم على الكلاب ولا على اللي جواه حطم وخلاه محرز. حنا نطلبوا من محرز يبدل ليكيب خلاه يروح من ليكيب خلاه شوف ليكيب واحده اخرى فيهاش العنصريه يروح ليكيب ميلان ولا راه بي اس جي ولا راه جوارديولا. والله خير واش راح نقول لك، جوارديولا معروف بالعنصريه تاعو من وقت ساموليتو من وقت صيدو كايتا عنصري جوارديولا. ولاحظنا رياض محرز ملف يلعب يدير الفارق النتيجة ديما يدخلوا يماركي بيت زوز يمد على الاقل باس زوز. البارح جوارديولا ما فهمناش واش بها خويا محرز ماشي وما خلاه كمل الماتش تاعو خير مالقري يسجل له بيت وكان قادر يزيد يصطاد من الفارق امام ريال مدريد وكان قادر يتاهل للنهائي للشامبيونز ليغ. فوز جوارديولا معروف بالفلسفة، فلسيف راهو نمبر 1 في الفلسيف وتغيير تاعو خاطئ خاطئ خاطئ. وان شاء الله محرز يبدل العام الجاي ويروح ليكيب اخرى كش ما يطيحوا في هاي الناس قدروه ويخيموه. هو بيد بالجوار تاعو حتى الجوار واحد ما يمد البانا يلعب في البانا واحد ما قاعد يمد يجري طالع هابط يعيط على البانا يعيط يعيط واحد ما قاعد يمد في البانا. حقره عنصريه من المدرب بعد من المدرب وجماعته بعد بالجوار بجماعه تاعو كامل حاقرين. محرز محقور محقور من طرف شو اسمه المدرب من طرف الجوار اصحابه بعد. ما حبش في اللعبه رقدت اخراها جوارديولا دار اكثر من عمره خرج محرز صدت الحساب. هل واش تشوف فيه التغيير هذا؟ التغيير ماهوش في براسته. جوارديولا مع لي زافريكا راسيست راسيست يقتل لفري ديجا قبل صامويل ايتو يا توري قدام افريكا لعب عنده زعما في الباير ولا في البرسا ولا في السيتي كلها عياو منه.